يا واتساب خوتي خواتاتي، معكم عبد عمر، فيديو جديد، نهار جديد، فلوغ جديد. سولك دوال مره كتفرش ما تنساش سبسكرايب، كنتي جاب ديجا مع 20 ديال سبسكرايب، ما تنساش دير جيم او بارطاج او كومونتير وفعل معك الجرس باش ديما توصل بالبلانات الواعره ولي فلوغ ديالنا. سوا الدراري اليوم ان شاء الله عندنا واحد الفلوغ غادي يمشي فيه التيزنيت، عندي واحد البلان تما اللي واعر شحال هادي وانا كنتسنى، مي الحمد لله امر الله اليوم باش نمشي ليه، وداكشي غادي نمشي نحضر ليه وشحال هادي ما حضرت ليه تقريبا من 2018. اليوم داكشي غيكون فيه التجديدات وبزاف د الحوايج. 2017 يا ربي باش كنت هنا على قبل هذا البلان هذا. سو الدراري قبل ما هادشي كامل دابا غادي نرشحكم طال الدار باش تشوفوا اشنو درت قبل ما نجي لتيزنيت. سو يلاه بيس الحوايج هاد الدراري قبل ما غادي نمشي نسافر، اول حاجه خصني نديرها خصني نخرج هو الاول الطبوقيصه والحب. ها هي اش 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 ها هي ليونا. المهم جيت باش نخرجها هو الاول باش دير لي بيزوان ديالها وداكشي اللي عندها، حيت ما غاديش نكون هنا النهار كامل تقريبا، وخصني نخرجها ونمشي نضر واحد شويه ونمشي نعطيها تاكل ونمشي. وغالبا الماكله ما نعطيهاش ليها دابا، نقول لهم ماني نضر يعطيوها ليها. المهم خليكم معايا. هذه هي الجرده اللي كنت جايبها صراحه، كاينه حتى الدار جيبها لنا هي فين كاينه مورايا. هذه هي الجرده، هذه كبيره وفيها البلايص صراحه ما تقدر دير لي بيزوان ديالها وكل شيء. والطيله جاب لها درت مشي بلاصه ماشي هذيك، كتكون قريبه لك تقدر تهزوما بشي حاجه بشي كرتون ولا شي حاجه وتحيد داك الشيء من الطريق. وهذا النداء لاي واحد عنده شي كلب، الا جاب الله الكلب ديالك داير لي بيزوان ديالو في الطريق تما فين كيدوزو الناس، احسن حاجه حيدها ونقي البلاصه. وهذا لوزلز الدرش ماني زعما انا دابا في الطريق ديال الزكار ان شاء الله الا بغى الله باش ما تما نركبو الكار. انا فين زكا دابا غادي نمشي نركب ان شاء الله الكار، نمشي ناخذ الكار هو الاول. كنت قلت نمشي في طاكسي ساعه طاكسي، انا باقي عندي شويه الوقت، قلت اللهم نمشي في الكار، الكار بشويه عاليه تنوصلو هذا ما كان ونقتصدو الثاني شويه الفلوس. غادي فاش كتطلع على شي حاجه انا شحال هذه صراحه ما جيت مشيت لتزيد في الكار، باش دابا لقيت الثمن تزاد ايوا لوزا لوزا ولكن ماشي مشكل. اللهم الكار انا قلت كنفضل اصلا نمشي في الكار ملي كتكون عندي الوقت، فاش كنكون مزروب اللهم الطاكسي، الطاكسي كنمشي دغيا، الطاكسي دغيا هما الكار كيتعطل في الطريق كيضرب ساعتين تقريبا ساعتين وشي حاجه. نضرب واي شادا قدامي نازل الشمس، ما وصلت الراس ديالي غيتبرق خرجت لهنا صراحة على حساب الدوني باش ندير انا نهضر شوية في الكاميرا ونعاود نسد. ايوا شنو هنا. المهم راني وصلت لتزنيت بخير وعلى خير الحمد لله. المهم انا دابا غنمشي نقضي غرض في المدرسة اللي عندي، ماشي مدرسة، المهم غنمشي لواحد البلاصة احسن من المدرسة هي صراحة. المهم كاين لي واحد اللي في الشارع واحد البلان وغنمشي ونحضرو ليه كاملين. يلا دابا ان شاء الله غادي نهبط نمشي نشوف نضرب في تيزنيت شويه بما توصل الوقيته ديال داكشي اللي عندي نمشي ليه اصلا، حيت اصلا جاي على حساب حاجه وحده هي اللي جايباني من اكادير حتى تيزنيت، وهي علاش باغي نجي كاع اليوم لتيزنيت اصلا. صافي نمشيو دابا ندورو ونتركلو شويه ونشوفو البلايص الزوينه في تيزنيت ونحاولو ندورو عاوتاني شويه. شحال هادي نيت ما جيت لتيزنيت نستغلوها، باقي ليا الوقت باقي لي تقريبا شي 5 سوايع لداكشي. انا بالعاني جيت بكري، بالعاني انا اللي بغيت نجي بكري، مره فيها اللي جلست تنجيبها في الوقت تقريبا هي هذيك ولا نجي قبل غير بساعه، ولكن انا اللي بغيت نجي بكري، فقت بكري اليوم وكل شيء باش نجي بكري. هذا ما كان يلا معايا لوزا لوزا تاتش ماني زين. اوبا يو. المهم دابا انا كنت في واحد الجرده ندور فيها واحد شويه نشوفوا الاجواء هنا كي دايرين. شحال هادي ما جيتش حتى لهاد الجرده، هادي هادشي كامل شحال هادي ما جيت لي، داكشي فاش اليوم جيت وغنبروفيتي باقي ليا الوقت غنبروفيتي وغادي ندور مزيان، غنعاود ندور مزيان وغادي نتسركلو مزيان. يلا المهم لوزا لوزا الدور شمال مزيان. سو كيما كتشوفو جيت لهنا لقيت الباب مسدود، بان لي واحد الديكور داك الداخل زوين هاهوك. غادي نجد لي شي لقطه في شي سينماتيك ضروري ما يتزكلش واخا ما ندخلوش عادي، جدا الكاميرا غادخل. كيما كتعرفو كاملين واللي ما كيعرفش فيكم تيزنيت معروفه بالنقره، داكشي علاش غنديكم لدابا لواحد البلاصه كتباع فيها النقرة، نمشيو نشوفو تما ونشوفو داكشي اللي كاين شنو الجديد في النقرة، واخا ما غنشريو فيها والو، المهم غنمشيو نشوفو النقرة. واحد المدخل قديم باينة فيه غيكون غير ديال شي كيلا نقولو مثلا مدينة قديمة، أنا نصورو ليكم تشوفو، شوفو كي داير، جوج بيبان كبار كاينين هنا، شفتوهم؟ واه.
البانو ولاو كيديروهم هما هادو ديال الباركينغ وحق الله. سواء الدراري المهم دابا دخلت واحد السوق هنا غير بعدي هنا في جهه المشور واحد البلاصه كيقولها المشور دخلت هنا كندور سوق عادي المهم سوق عادي جدا وقلت بلاتي نضرب فيه شي دوره من بعد نمشيو لتما اللي قلت لكم ديال النقره وداكشي نقلب عليه حتى هو واقيلا واحد القصاري هنا غنرجع ليها دابا غنضرب غير ثلاثه قدام ونشوف كيفاش دايره الامور هنا ونشوف المسائل ندور شويه المهم نجلي الوقت بما توصل الوقيته ديال الوقت الحاسمه راكم عارفين. اخيرا قصاريه اللبان ديال المجوهرات يعني لقيتها تحت فيها بحلول مازال ما دخلت البانيو غير محل الحلول ولكن هاد الفوق الان دخلت وبالي كلشي مزال واقيلا الناس مشاو يتغداو ماشي كيسدوا ها واحد المحل شفتوه الناس واقيلا مشاو غير دابا غادي نمشي باش دابا غادي نمشي باش ناكل نتغدى نتغدى من مورا نعاود نخرج نشوف شنو غندير صراحه كتبان ليا بانني راه بقيت بزاف ديال الوقت ونقدر نطلع فيها حتى للبلاد ونرجع ممكن ما عرفتش. المهم جيت دابا باش نتغدى هنا في تويست فود واحد البلاصه زوينه صراحه عجبتني كان خصها تعجبني الماكله هي احسن حاجه الماكله هي كلشي. خديت تاكوس صراحه هذاش كندير كناكل غير بشويه حيت صراحه سخون حال واحد شويه برا وبنا بار كليماتيزي غادي ناكل طاب شويه هيا نزلزا او المهم صراحه بقيت كندور دابا قربت الوقت دابا تقريبا راه ربعه هادي ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نضرب واحد الدويره باقي خفيفه ظريفه ومن بعد غادي نمشي ديريكت لتما باش تشوفوا معايا داكشي كي داير نزلزا حلقوا. المهم دابا انا غادي دابا ان شاء الله غادي نوريكم البلان كي داير الدراري انا وصلت لبلاصه اللي سميتها ناسيونال سكول سبورت الدراري باش ما ننساش السميعين راكم عارفين لو زلوزات دوش مانيزا. المهم دابا انا هنا باش نصور لكم واحد في واحد السينماتيك اللي تكون زينه وتشوفوا الاجواء ديال الافتتاح وداكشي كي غيكون داكشي لو زلوزات دوش مانيزا اقني ¡Gracias!